مرحبا، انا كوتش لينا من جوردن كيك بوكسينج اكاديمي. معي كوتش ليندا، وبهذا الفيديو راح تشوفوني وانا باكل قتله. لا، هو الفيديو راح افرجيكم فيه تمرين يساعدكم تكسروا الخوف اللي بصير عندنا. كل حدا بيلعب العاب قتاليه بكون خايف ينضرب. هو فعلا انا راح اكل قتله هلا، بس راح افرجيكم اياه بطريقه زي ما تقولوا منظمه شويه، اللي يساعدكم تكسروا حاجز الخوف هذا اللي بيصير عندنا لما احنا نلعب كيك بوكسينج. هلا بس قبل ما نبلش التمرين بدي انبه بس على شغله واحده صغيره، انه اذا انت مبتدئ في اللعبه هذا التمرين مش كثير راح يفيدك. الفكره انه نحافظ على سلامه اللاعب، فاذا انت كنت قاطع شوط منيح باللعبه، يعني خلينا نقول مثلا 6 اشهر او اكثر، عندك الامكانيات في الدفاع تبعك وبتعرف كل الدفاعات او على القليله الدفاعات الاساسيه، بتقدر تلعب هذا التمرين مع زميل لك، زميل انت تكون بتثق فيه، زميل ما بيرمي ضربات عشوائيه، زميل بيقدر يتحكم بضرباته بطريقة كتير مناسبة تكون، وعشان انت تقدر تستفيد من هذا التمرين. هلأ الفكرة من هذا التمرين، هو تمرين رح يكون مقسوم لقسمين. القسم الأول انه انا بدي أوقف قدام الخصم تبعي واعمل احط حالي بالفايتنج ستانس تبعتي مع الجارد، ايدي دائما يكونوا موجودين هون، وهي راح نعطيها الضوء الأخضر انها تلعب اي ضربة بايدها او رجلها، لكن بدها تستهدف بس جسمي واجري، يعني ما بدها تقرب على وجهي، عشان احنا بدنا نكسر الخوف بس بالتدريج. يعني احنا بنحاول انه نتلقى الضربات على جسمنا، نتعود ناكل هاي الضربات على جسمنا، وهي راح تكون بتضرب بقوه، ما راح يكون الضرب خفيف، عشان يكون اقرب شيء للواقع في المباريات. لانه انت لما تروح تلعب مع نادي ثاني او تروح تفوت بطوله، اللاعب اللي قدامك ما بيكون قاعد بيلعب بحسس عليك، اللاعب الثاني بيكون قبالك بده يضربك بكل قوته وبكل عزيمته بيضرب. فانت اذا ما حطيت حالك بتمرينك في النادي بموقف شبيه للي ممكن تنحط فيه بالمباراه، انت ممكن يتراجع ادائك او تخاف او تتفاجأ، وراح ينعكس عليك بطريقه سلبيه. فخلينا نشوف مع بعض شو راح يصير. اوكي، زي ما انتم شايفين هي كانت تضرب، يعني خلينا نقول طبعا مش الفول باور تبعها، انا بعرف الفول باور تبعها عندها كثير اقوى من هيك، لكن قريب جدا من اللعب الحقيقي. هلا البارت الثاني منه او القسم الثاني، هلا لما تحس حالك انت بهذا التمرين صرت شويه مرتاح وتعودت عليه، وايش ما عم يجيك ضربات عم بتحس حالك انه انت في امان، ما عندك اي ثغرات ممكن تعرضك للخطر، بدنا نضيف هلا الوجه. راح نكمل نفس التمرين، بس هي راح تصير ترمي هلا كمان ضربات على الوجه، سواء بالايد او الاجر، الموضوع بيرجع لها. انا ما بعرف هي شو بدها تلعب، شو بدها تتصرف للاسف، لكن هيك هو التمرين. لعبتنا لعبه قتاليه ودائما فيها مفاجآت. جاهزه؟ اكيد جاهزه انت. يلا Thank you.
اوكي، زي ما انت شايف التمرين مش سهل. اذا انت مبتدئ ما بنصحك تلعبه ابدا. اذا انت متوسط لادفانس او متقدم في اللعبه تقدر تلعبه، مش سهل ابدا، خصوصا انه مش سهل انك انت تسيطر على حالك، انك ضلك تنضرب بهذا الشكل وتتبهدل وانت مش قادر ترد. يعني هي الفكره انه انت بس تتلقى الضربات وما ترد ولا على اي ضربه من ضربات الخصم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، ضروري تكونوا استفدتوا من الفيديو. اذا عجبكم اعملوا لنا لايك، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل، وبنشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.